بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوة الأخوات الذين يمارسون الرجيم وكذلك تقليل الطعام يسألون عن مسألة العشاء عند أهل البيت عليهم السلام. نتائج ترك العشاء عند أهل البيت عليهم السلام، يقول سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام: أول خراب البدن ترك العشاء. أول خراب البدن ترك ماذا؟ العشاء، وخصوصا للرجال الكبار في السن، للمرأة الكبيرة في السن عليها ألا تبيت وعليها ألا يبيت إلا وهو شبعان، يعني يشعر بأنه ليس بالجائع وليس بالشبعان جدا. وكان الإمام الصادق عليه السلام عندما تقدم به السن وتجاوز العمر 60 عام كان يأكل حتى بعد منتصف الليل، وليس يقصد يعني الأكل الذي نحن نأكله مع الأسف الشديد، الأطعمة الكثيرة وإلى غير ذلك وملء البطن، لا أبدا، ولكن كان يأكل شيئا بسيطا بعد منتصف الليل. فيسأله خادمه: أتأكل في هذا الوقت يا ابن رسول الله؟ فيقول له الإمام الصادق عليه السلام، قال له: نعم، لأني قد تقدم بي العمر، والجسم يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة، يحتاج إلى قوة، لأنه يهدم سريعا فيحتاج إلى قوة. أما لمسألة الشباب، في مسألة الشباب فعليك أن لا تترك العشاء أبدا ولو بشيء بسيط جدا، ولو بشيء بسيط لا تترك. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من ترك العشاء مات فيه عرق لا يعود أبدا، وفي رواية: لا يعود إلى يوم القيامة، يعني يموت فيه عرق من الصحة، من العافية، من النضارة، من النشاط، من القوة إلى غير ذلك. ففي مسألة نتائج ترك العشاء عند أهل البيت عليهم السلام، يقول الإمام الباقر عليه السلام: هو أول خراب البدن. هذا ما ورد في كتاب المحاسن، كذلك في كتاب طب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، صفحة 67، عن زرارة عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.